للأسف وقت الحلقة مش هيسمح لنا نوريكوا بقية الأحداث الدرامية اللي حصلت لما قلت له تعالى أوريك الجرم بعينيك على الأرض. الحلقة الجاية إن شاء الله هنعرض الموضوع أكثر تفصيلا، كل الأطراف هتكون موجودة، وأنا بترجى محافظ البحيرة إنه يسمح لنا بلقاء معاه عشان يقول لنا ليه وإزاي ده بيحصل. معانا على التليفون نائب البحيرة. الو يا فندم. ايوه مساء الخير يا فندم. مساء النور. معلش عرف حضرتك بنفسك. استاذ عبد الهادي باجر. نائب عبد الهادي باجر مركز دبس. ايوه. المطلون والنظريه. حضرتك نائب عن الشعب في دايره مركز بدر. ايوه. صح؟ صح. اتفضل. النهارده حضرتك نزلت مدير التحرير وصورتي، وانا شايف الاول بشكرك على البرنامج المتواجد بتاع حضرتك. الله يخليك. دايما يعني متوسم فيك ان احنا نعرف الحقائق منك دايما من خلال البرنامج بتاعك. بس تمام. شفت النهارده انا بصراحه في حاجات منافيه الحقيقه، وفي بعض الاشخاص طلعوا اتكلموا عن المكان 17 فدان اللي هم يتعاملوا مقلب زباله، واتكلموا عن المحاجر، واتكلموا عن الارض الزراعيه. ايه يا استاذ عبد الهادي اللي قلناه منافي للحقيقه؟ بص يا فندم، انا شفت ذكر ان عضو البرلمان انه كان انا غريب كده على الشاشه ان في حد بيقول ان عضو البرلمان ضغط على رئيس المدينه عشان يرجعوا. هما بيتوقعوا ده مجرد توقع. لا يا فندم، الكلام ده غير حقيقي. انا بالعكس انا كنت بساعدهم إن على فكره هما قالوا عضو يمكن يكون عضو برلمان، ما قالوش حضرتك، يعني ممكن يكون اي عضو برلمان. مش حتى لو نائب، مفيش يا فندم، كل اعضاء البرلمان كلهم حريصين على مصلحه البلد. المفروض طبعا منطقي. انا يا فندم بصفتي نائب البرلمان كنت بساعدهم في ان احنا نرجع 17 فدان المغتصبين عشان يتعاملوا مجلس الزباله، لان المسافه ما بين النجاح وبين مركز بلد مجلس الزباله حوالي 40 كيلو. وانا كنت بساعدهم ان احنا نجيب بيرارات ونجيب عربيات من المحافظه علشان الزباله متخبطه في الشوارع. تمام. وما ساعدتهمش ليه يرجعوا الارض؟ فندم انا معاك، هتسعى كامل اهو. اتفضل. الاسبوع اللي فات كنت مع السكرتير العام واتكلمت معاه بخصوص 17 فدان، ودينا كل المستندات، ودينا في كم معينه من الرقابه العامه للتنميه عامله توصيات للجنه الاشرافيه علشان تخصيص ال 17 فدان من صاحبه الولايه الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه. تمام. حتى الان الارض لم تخصص. واضع اليد يا فندم عليها واحد يدعى يا فندم حركات. قوات الوحده المحليه راحت محاطه بقوات مديريه امن البحيره، ووصلوا الارض وبداوا الاخلة فجاه. استاذه منى، سابوا الوضع ومشوا، وده متصور. استاذه منى، انا ما كانش عندي علم بالواقعه دي اصلا، يعني ما حدش اخبر ان في اصلا واقعه حصلت الا بعد الموضوع ده باسبوع. طيب حضرتك شفتها؟ لما احنا مصورينها فيديو. شفتها. تمام. ايه رايك فيها؟ لا طبعا كلام مش كويس. انا سالت رئيس المدينه يوميها انت ما كملتش ازاله ليه؟ قال الارض كانت مزروعه بطاطس وانا ما عنديش صلاحيات اني ازيل زراعات. طب احنا ماشي، المزروعه بطاطس، ساب الارض مغتصبه ليه؟ ساب الارض بتاعتنا املاك الدوله الأرض. عليها الأرض. ناس مش بتوعها ليه؟ استاذ منى، ويسيب البطاطس. الارض حتى الان لم تخصص للوحده المحليه، احنا حاليا بصدد تخصيص المساحه دي للمحافظه. انا مكلم في قرار صادر موجود عرضناه ان الارض تخصص لمصنع تدوير قمامه. هل القرار ده مزور؟ ده مش قرار تخصيص. لا بص يا زملاء، ده مش قرار تخصيص، دي توصيات المراقبه العامه للتنميه من اللجنه الاشرافيه بتخصيص المساحه. بغض النظر عن التخصيص وجواب التخصيص يا فندم، اكمل لك يا فندم. نزلت القوات علشان تزيل الاعتداء من على الارض، ايه اللي سحب القوات؟ سابوا الناس ليه ومشوا؟ ما زالوش ليه يا فندم، ده مش موضوعي انا. ازيله يا فندم. ليه انا سؤالي لحضرتك، ليه انسحبوا من غير ما يشيلوا الناس اللي موجودين على الارض؟ انا ما اعرفش هم ما زالوش ليه، لكن رئيس المدينه ساعتها لما كلمت وبعديها لما عرفت الواقع قال الارض كانت مزروعه بطاطس. ما ينفعش نزيل زراعات طالما الارض مزروعه. ما حدش قال له يزيل زراعات، يقبض على الناس. هيقبض على الناس ازاي يا فندم؟ هيقبض على الناس ازاي؟ ما كان قدامه، كانوا بيعترضوا. الراجل مغتصب الارض، مغتصب ارض معاه ما يفيده، هو مقدم طلب في الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه ان هو بيتعامل على الارض. الارض حاليا في ما بين مغتصب الارض او واضع اليد على الارض وبين الوحده المحليه
في نزاع قضائي دائر حاليا ان الارض باسم احمد بركات وضع اليد ولا بالوحده المحليه. هو لسه ما زالت استاذ عبد الهادي، هو اعتراض حضرتك على ايه بالظبط عشان انا يعني تايهه منك؟ هو انت معترض على ايه؟ هنا. اولا ان هم يذكروا نائب ايا كان نائب اذا كنت انا او غيري اللي بيساعد حد على الفساد ده مرفوض، ده رقم واحد. ماشي، احنا بنساعد المفروض الدوله مش نوقف ضد الدوله. الموضوع الثاني موضوع المحاجر، المحاجر دي يا فندم المفروض ثروه، دي ثروه في هيئه الثروه المعدنيه منوط بيها، منوط بيها الثروه، وهي الزراعه مش ثروه. اقول لحضرتك المحاجر ثروه والزراعه وحشه. لا منى خلينا اكمل، خلينا اكمل بعد اذنك. اتفضل. خلينا اكمل. المفروض الثروه المعدنيه دي بتطلع تعاين الارض وبتبحث، وفي عندها لجان لاستكشاف المناطق المنوط فيها ازاله الرمال منها. تمام؟ في ازاله انهي رمال يا فندم؟ اقول لك يا فندم اهو، احنا مديريه التحرير بيطلق عليها اراضي صحراويه. مديريه التحرير قريه الكفاح، قريه الكفاح الاراضي اللي فيها اراضي زراعيه. صحراويه يا استاذه منى. يا فندم الاراضي اللي تم تجريفها اراضي زراعيه. يا منى لو كنت كلمتيني النهارده كنت انا هوريك الارض الصحراويه وحواريك الارض الزراعيه وكنت هتقول على الحقيقه مظبوطه. يا فندم الاراضي اللي تم تجريفها فيها زراعات. يا منى انا عارف ان في زراعات ومفيش ارض ما بتزرعش. استاذ عبد الهادي هو حضرتك بتدافع عن تجريف الارض؟ انا مش بدافع، دي ثروه يا فندم، دي ثروه. الارض اهي قدام حضرتك على الشاشه، حضرتك شايف الشاشه؟ حضرتك شايف الشاشه؟ شايف الشاشه يا فندم، والارض فيها زراعه. الرمله دي فيها زراعه يا فندم اهي. طيب كويس. سيبيني اكمل بس عشان توصل للحقيقه. انا بس عايز اطلع لنتيجه، حضرتك بتدافع عن تجريف الارض الزراعيه؟ ايه مصلحه حضرتك؟ مش دفاع، مفيش مصالح يا فندم. امال ليه بتدافع؟ طورت برنامج بس. لما هو المسؤول عن الزراعه، اسمعني بس ارجوك، لما هو مسؤول الزراعه بنفسه، انا النهارده سالته في تجريف للاراضي الزراعيه؟ قال لي اه في تجريف. حضرتك بتدافع عن اللي بيجرفوا الارض؟ لما مسؤول الزراعه بتاع الحكومه، لما المسؤول الزراعه، مسؤول الزراعه اللي قال لك في تجريف الارض الزراعيه وافق يديهم تصريح ليه؟ المفروض هو بيتابع ده وبيشوف اذا كان في تجريف ولا ما فيش. نعم، المفروض هو بيتابع ويشوف في تجريف ولا ما فيش. لو في تجريف قال في تجريف المحافظه فورا، قال في تجريف، قال بلغت المحافظه، قال بلغت. ما وقفوش ليه؟ مش ممكن، مش ممكن يا فندم. مين صدق انه ممكن؟ مين المسؤول ده؟ صدق انه ممكن؟ وحضرتك نائب، حضرتك نائب عن بدر وعارف ان ده بيحصل، بس انت بتدافع عنهم ليه؟ زمونة انا ما بفتحش. المجموعه اللي صورت معاهم دول كان هدفهم كله ان هم يستفيدوا من المحاجر، لما ما استفادوش من المحاجر حاولوا يجيبوا برنامج مسموع زي برنامج حضرتك عشان يتصور في المكان ده. انا بدعوك. عندك دليل على الكلام ده ولا انت بتتهمهم بالباطل وهيرجعوا على حضرتك؟ فندم مفيش ادله يا فندم، مفيش ادله، يبقى حضرتك بتتهمهم بالباطل. ما ينفعش. مسموع، ما هم كان بيتهموا نائب بالباطل ان هو داس على هم ما سموش هم بيتوقعوا ان نائب تدخل، لكن حضرتك بتتهمهم اهو بالاسم، ودي ده عمل غير قانوني يا فندم. حضرتك نائب في البرلمان. فندم ده المفروض في شهري للمحافظه البحيره مش اقل من 10 مليون من دخل المحاجر. محافظه البحيره بتستفيد باقل مش اقل من 10 13 مليون شهري من المحاجر. الدخل الوحيد في محافظه البحيره دي ملاليم اللي بتتاخد دي يا استاذ عبد الهادي، دي ملاليم. نعم. ده اهدار للقيمه ملاليم. الحقيقيه طبعا ملاليم. مين ده اللي يعني انت تبيع تربه زراعيه عشان كام مليون في الشهر؟ هو ده اللي انت لما حضرتك تقول كده امال المحافظ يقول ايه؟ انت امال حضرتك هتدافع ازاي عننا؟ هل انت بتبني بيتك ازاي؟ بتبنيه بتربه زراعيه ولا بتبنيه بمواد رمليه؟ اللي جايين في بيتك ده مواد رمليه ولا مواد صينيه؟ فلو طلع مش هتبني بيها مش هتنفع. انت بتاخد تربه زراعيه عشان تيجي لي بيتي يا استاذه منى. التراخيص ما بيطلعش كده، ما بيشتغلش، ما بيشتغلش كده عشوائي. تطلع لجنه من الزراعه وتطلع لجنه من القوات المسلحه، تطلع لجنه من الهيئه العامه للمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه، وتطلع لجنه من اداره المناجم والمحاجر. وبتقسم يا فندم المحاجر محجر 100 في 200 يعني على مساحه 5 فيادين، والمتجاوز القانون النهارده بيعاقبه. تجاوزات في حال تجاوز المساحه المرسومه يا فندم بيعاقب عليها القانون بغرامه لا تقل عن 200,000 جنيه وبسنه سجن في حال التجاوز يا فندم. يعني الموضوع مش شغال كده وخلاص، في جهات رقابيه، انما احنا مش هنقدر. المفروض ثروه معدنيه اسمها الثروه المعدنيه يا فندم، دي من ضمن ثروات البلد. احنا لازم نستفيد بالثروه المعدنيه ونستفيد بيها بعد الثروه، بعد ازاله الرمال منها نستفيد بالزراعه بالارض يا فندم. لو حضرتك عارف يا استاذ عبد الهادي، زياره ثانيه اكمل بعد اذنك. انا بروح زياره المركز بدر
لمديريه التحرير تعالي شوفي حوريك الاماكن اللي اتزالت فيها الرمال من 20 و30 سنه هي مزروعه ازاي وبتنتج انتاج ازاي اذا كنت فعلا عصوصه للحاجه. استاذ عبد الهادي اتفضلي. احبطني جدا منظر الارض المتجرفه النهارده وكان المفروض تتزرع، بس احبطني اكتر مدافعتك عنهم. الحلقه الجايه ان شاء الله اديني فرصتي، انا سبتك تقول كل اللي انت عايزه، ارجوك ما تقاطعنيش، اديني فرصتي، انا بقالي يومين ما نمتش، ارجوك اهدى عليا. الحلقه الجايه حضرتك هتشوف المسؤولين بيقولوا كلام عكس اللي حضرتك بتقوله، كنت اتمنى تكون في صفنا لكن للاسف انت في صفهم. عموما بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك. الحلقه الجايه هثبت غلط كلام حضرتك تماما. فاصل.